إحياء لليوم العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. نظمت نقابة الصحفيين فرع تعز بالشراكة مع قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة تعز لقاء موسعا للإعلاميين بهدف التشبيك بين النقابة والجامعة وتفعيل دور النقابة للدفاع عن حقوق الصحفيين الذين يدفعون أثمانا باهظة من أعمارهم وراحة أسرهم لدفاعهم عن الإنسان ونصرة المستضعفين. النقابة بذلت جهود كبيرة جدا للدفاع عن الصحفيين وتبنت قضايا كبيرة جدا ويعني في ظل ظروف صعبة، لكن لم يكن دور النقابة الدور المطلوب منها واليفترض أن يكون. هنا نحن في محافظة تعز، طبعا كانت احتضنت محافظة تعز كثير من الصحفيين الذين مثلا مثلت لهم محافظة تعز حاضنة يعني وبيئة أفضل من بيئات بقية المحافظات. لا يكفي الرصد للجرائم ضد الصحفيين، بل مطلوب اليوم التأسيس لمحاكمات شعبية ودولية لكي لا تسقط هذه الجرائم وينسى مرتكبوها من العقاب بمجرد أي تسوية بالبلد. وطالب اللقاء بإعادة تأهيل الصحفيين المحرومين من التأهيل والاطلاع على الجديد، سواء من قبل وسائل الإعلام التي يعملون بها أو نقابة الصحفيين اليمنيين التي غاب دورها منذ 8 سنوات. يبدو أو يعتبر انتهاك الحقوق الاقتصادية والمهنية أحد أكثر الممارسات الشيوعية بحق الصحفيين في اليمن المدخم بمختلف أشكال الانتهاك والإيذاء والمضايقة، وهذا النوع من الانتهاكات بتصوري لا يقل إن لم يتفوق في ضراوته وسوءه على أشكال أخرى من الانتهاكات الشائعة بحق الصحفيين مثل الرقابة الصارمة والتضييق على حرية التعبير ومصادرة حق الوصول إلى المعلومة أو وضع تشريعات تقوض من حرية الصحافة أو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الصحفي أو حتى السجن المؤقت بقصد الترهيب. 26 مايو 2017، عدد من المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لمعارك شرق مدينة تعز ما أسفر عن مقتل 3 منهم وهم تقي الدين الحذيفي ووائل العبسي وسعد النظاري. في 2 يونيو 2020 في مديرية دار سعد بمحافظة عدن اقتل الصحفي الفوتوغرافي المعروف نبيل القعيطي أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين، والقعيطي كان يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية وكان ينقل أخبار المواجهات البينية داخل مدينة عدن والمحافظات المجاورة. وفي 16 يونيو من هذا العام قتل الصحفي صابر الحيدري الذي كان يعمل متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بمدينة عدن في انفجار عبوة ناسفة زرعها مدهولون بسيارته. بعد الانقلاب الحوثي تحولت الكثير من المدن اليمنية إلى مكان للصوت الواحد، العاصمة صنعاء نموذجا، والتي أغلقت فيها 300 صحيفة ومجلة ودورية وغادرتها 5 قنوات فضائية إلى خارج الوطن، وتحول كل الإعلام فيها إلى إعلام طائفي مهمته التحشيد للحرب والاقتتال.